البيت ديالك انتم انا بسالكم بخير مزيانين، نتمنى ان تكونوا كاملكم بخير وعلى خير ومرحبا بكم معنا. المهم يا الزربيه عملت لنا الطجه ديالكم. اول حاجه كنطلب المسامحه من المتابعين حيت شغبت عليكم تبارك الله، لا في انستغرام ولا في اليوتيوب ولا حتى الناس اللي عندي في الواتساب ويصافي غبرتي ويصايا كلاباس ويصال ويصال. المهم اول حاجه كنشكركم بزاف على خطيكم عليا. هنا بعد عرفت ان كاين واحد المحبه كبيره ديال العائله لهنا خطيكم. انا نهار جينا بني احمد قلت لكم انا كنت على نفطر في الطريق، يعني انا مشيت نطلع في الدار، يعني كنت مريضه يعني مساليه ما عنديش يعني الشوه في راسي، ولكن قاومت وبغيت نكمل النهار ديالي والحمد لله كملته. الحمد لله ربي حفظها رمضان داز صراحه. الليله ديال العيد تمشينا مع نعسة غير ساعه ونص جوج ساعات، يعني ما كافياش مع محمد العاري كيفيق وينعس يفيق وينعس ما فين الترابي والمرض. وصراحه الطنسي طاح لي مره، يعني صراحه جاني الحرق غير مزاد الحاجات. حتى فيديو ديال العيد والله ما كنا غنصوروه معاكم، ولكن قلنا ضروري واخا هيدا العيد الكلبات خصني ضروري نبارككم العيد ونقول لكم عيدكم مبارك سعيد. صراحه واخا كان العائله وكاين كلشي انتم عارفين ضروري خصني نعدل يدي وبلغت حتى السبيطار القناه ديالي والله. شوف تصوروا ثلاث ساعات تقريبا وانا في السبيطار، والله الا ومشيت وشحال وبكيت صعيب تجبر غنضيف مع الطبيبه قلت لك نهار ديال العيد. والصراحه هي قدات عليا انا جيبوا راك هي كلابه سوي طيق بعد قلت لها لا والله الا مخلوعه قدات عليا لا عندك يقول شنو قلت لها انا بخلع الاخر ولكن باغا نعمل احتياري جاني كنحرق وخاص عندي وقع لي بحال محمد عاد قلت ضروري خاصني يعني مدري ابالي براسو. والحمد لله مشيت وخجلت عندي طنسيو طايح يعني ماشي بلا في الطنسيو يعني قريبة واقيلا 7 ولا 8 يعني راه ماشي ساهل يعني الطنسيو كيف قلنا يكون مغيب يعني عقبض وشهد فيه. والحمد لله خرجت لي الدواء ديال 3 ايام شربته اللهم لك الحمد جات بخير على خير رجعت عندها البارح عاوتاني. انا ضد الضجه حنا وعزيزه وسعيده من الداخلين. دابا تشوف اختي دابا تشوف اختي حنا جينا نتفاجعوا. سمحت لي يا اختي سمح لي حبيبي يلاه يعني قبل ما نجيب الكاميرا قلنا نسمعوا الكاميرا. اجي سعيده ندلع اجي سعيده ندلع اجي سعيده ندلع اسمح لي دابا. المهم والله توعي انا كنت عيان انا من جات عزيزه نهار العيد انا كنت عيانه والله الا خليتها هي اللي كملت الغدا وانا هوت يعني فيا الحرق نعس صافي ساعات مشيت للسبيطار وخليت وخا يعني قات ميريندا والعشاء قلنا لك ما كنت ماشيه للسبيطار صور معهم والله الا عياو عليا قلت لهم لا قلت لهم هي اللي ما بغاتش قلت لهم ما فيا ما نصور قلت لهم اصلا ما عنديش الكانه. واي واحد عنده مشاكل ديال الغدا ماشي كلشي كيتشارك في اليوتيوب ولكن كاين اللي عنده بزاف كاين اللي عنده قليل الخصوصيات كاين حنا شوف كنشاركو معكم اليوميات ديالنا ولكن ما غنشاركوش معكم يعني كلش هذه يعني خص اي متتبع اللي كيبغي يوصلوا عالي خصهم يعرفوها. واخا حنا كنشاركو معكم يعني من الصغيره حتى الكبيره ولكن 41% يعني كتبقى الخصوصيه ديالنا انا وعالي وصافي وليدات والعائله. واخا يعني كتشوفوا يعني كنشاركو معكم الفرحه المشاكل كلشي ولكن راه ماشي كلشي كيتحط في اليوتيوب راه غير قلت لكم راه غير واحد 60%. المهم الحبايبي كما كتشوفوا اليوم ان شاء الله بحال هاد الشيء عندكم التقصيره الاخرانيه تجمعنا فيها كاملين الدراري قال لك اسيدي باغي علينا انتوا خلوا عمي مسكين والله الا عيطنا لاشرف ما جبرناه شي وجا حمزه لا عيطنا لاشرف شو تبارك الله شي حاجه تبارك الله جاب 4 كيلو ديال اللحم وانا زعما نتعشى مجموعين ونعدلو نشلاضو هيدا ونتعشى بقيكم هنا هاد العشيه هاد العشيه تجمعنا الصراحه كامل صهيله حبيبه اليوم قياله معانا هي مشات في العشيه حنا صايمه وقلت لها عند الراجل صايم جات عند الفطور ايوا عزيزه جات فاطمه صدوق عاد ما جاو سعيده ها هي وناظره ومراد الحسن باقي ما غير كاملين يا من يجمعوا الحمد لله الحمد لله ولا حبيبه عندي وغادي ننسحب ثاني والله الا تشوف دائما سبحان الله ملي كانت كنقولنا ايوا هو مرات المرحومه خاصنا ما كتسميوهاش ايوا هادشي اللي كاين. المهم خليكم مع سعيده هضرنا معكم بزاف بزاف وخليكم مع سعيده مع عزيزه السلام عليكم اخوات كيف نتوما لاباس عليكم بخير مزيانين نتمنى الله تكونوا بخير وعلى خير والصحه جيده يا ربي. شكرا بزاف حيت كتدعيو مع وصال وكتسولوا فيها وكتقولوا لناش عندكم عويصال عزيزه متخاصمه مع عويصال احنا جينا انا وسعيده وسعيده مبيضين هي اختي اختكم اختي تجيبوا الحليب والتمر اختي وخلونا في الجيم والله تجيبوا معنا حلوه سعيده مع المشاهدين
المشاهدين الله يسامح لهم والله الله يسامح علينا وعليهم الله 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 يهدي مخنا الله يهدينا الحمد لله احنا ديما مجموعين وديما فرحانين مع بعضنا وصال راها اختنا ماشي عمرة خير راها اختي راها عزيزة وغالية على العائلة كلها وتحنا الصراحة عزازين عليها والحمد لله وشكرا بزاف شكرا حيت كنبقى فيكم وكتسولوا في العائلة كلها ولله يخطيكم علينا الله يخطيكم علينا والله يعني من ما حبة عاود صافي ولا جينا نشوفوا عاود من ما حبة كلشي شوف زعما كاشي يبغيوك ما يسولوش لا ولكن كاين صراحه اللي كيسول وكاين عاوتاني اللي كتجي شي كتجي شي حاجه شي حاجه الناس اللي ينتقدوا محمد اللي خدامين فيه بنتي قد الراجل راه هو عمو ما جلسوش في الدار جامعين الطوموبيل معمره بالدار ها هي جات شوف زين اختي زين والناس ينتقدوني لا الله علاش ما تضربي علاش بنقولوا يلا ومحمد مسكين عمو بحال خاص حنا كنشكروا جميع القنوات ياك الله يهدينا ويهدينا يعني كاين اللي كيتعرف بصح كاين اللي ما عارفش بزاف كاين اللي ما عارفش بصح كاين اللي ما عارفش شوف هو وصل كيدخلوا بحال السلام زين مولفين وغدا تسلم وتشوفوا اخوتي تفضل نسمع تفضل المكرع ما طلع ياك الله ما جد عطيني عن كم يوم وانتي والله يعني تهدروا مع المشاهدين تاع شويه مزيانين بقيتي شويه شويه الحمد لله شويه دابا الله عليك الحال انت تجي تتصالح معاه انا واش غتصالح معاه شنو قيدا علاش ما جيتي طايبه غدا نهار العيد انا ما جيتي طايبه غدا نهار العيد شوف انا طيبت الغدا ديالي طيبت الغدا انا طيبت الغدا ولا الشقه فجاه صدق راح نصوروا وهي اصلا حنا غدرنا لها انا وسعيد انا عيسى سعيده ما كتبانش باش انا تمرت انا هي قطعت انت جبتو هي قطعاتو وانا تمرت بيه وبقات كتغسل القشع ديال الفطور يعني تعاوننا فهمتي وتراكم ما كاينش تبع الجعجع لا غير الداخل عاوتاني شوف احنا علاش تعطلنا انا حرقت الغداء طيبت الغداء فاش بدينا الفيديو حرقتو وتعودتو الحمد لله قال ماما في الماما قال ماما حرقات الماما حرقات الماما لا 26 كيعلم عليا الله انا عندي لاح دائما ما بقيتش حاجه ما صدقش من كل مجموعه خاصه الحاجه اللي كتكون عائله مجموعه ماشي عائله مجموعه بحال كاع وحديتي انا كنقول بحال دابا شي حاجه ما تجيش بالجوج حاجه دينا كيحبوا ما تجيش بالعقل على اللي كتجي اللي كجاب مرحوم الله يرحمه مسكين كان بيجي صغيره كان الموسم وجا بيجي جديد صغير حطوا باش كطيبوا احسن ولا انت احسن وأنتي وين تقول يا عزيزة نهار ولا إحسان طيب وطيبت الحمد لله في الفرة وطيبته في الطنجرة وزربو وزربو ما جاش طايب عيطت عليك أختي قال والله حتى كسحب لي هي أنت طيبتي برجلي إلا ما كنتو شي عند القصدرة نحش عندي نسيت عندي نسيت قال والله كحزب لي هي ما كنتو شي عند القصدرة نزرع جبتكم انا تاني والله بصح شوف حنا انا صراحه انا فيا قاعده لا جبت شي حاجه ما زبطت لي شي وكو عندي عزيز عليا انا نبقى نطعن على بحدي واخا نكون عان ما درت لها اي حاجه ما رزق لك شي شوف كاين واحد الحاجه رزق كاين واحد الحاجه رزق شي صح ماشي ضروري عزق كل شيء دابا حنا كلشي كيقول حنا مشاكل مع ويصال انا وانت وعزيز دابا حنا انا تصالحت مع ويصال هو تصالح مع تي دير الحسن ويصال انا قلت لها شنو من خنتينا دابا ملي دهز دابا ملي دهز دابا دابا حنا تبارك الله باش دابا درتي فيها زعما وانا ما عنديش اسيدي بنات شادي كاين ما عنديش كاملين غنكونوا مجموعين هادشي هذا كاملين ما عنديش لا لا سعيد الحمد لله اللهم لك الحمد القلب على القلب انا كنت هو ما قصرتش على الحاجه اللي ما قصرتش الحمد لله اللي طلب المسؤوليه وبغى هو يزيد القدام حنا مورا والله حابنا بحابني بحال هذاك الدهاز هذاك الدهاز عن عرفنا كامل ولكن ما يجي للدار كل واحد يعطيها هي وانا قلت له قلت له حنا غنقيلوا ندورو ما يجيو في العشيه لا جرعه السنيه او في التوم اي حنا كنشريو الكسوه وصيفطه شوف اختي هذه مزيونه شوف راه امرات خي هذه مزيونه واختي عاود كتصيفط راه كتصيفط باش نقول لنا حنا عمر نغيره في الدنيا ما كتكلمش الوايت والويس لا تنقول واحد الحاجه دابا خايلة سعيدة خايلة ولا الدار دابا سعيدة هي هنا في المدينة ياكو سعيدة خدامة كفراش الدار ديالها وأنا مبني أحمد أوكي شتوار معاها كتصرد لي التصاور ديال التلامط وديال التارة والكوزينة ويصير تشوف هذه واش مزيونة ولا لا أنا مذكرة يقول لي خطر وصرد خطر معايا وصرد معايا ويصرد معايا شوف كيفاش احنا أصلا فينا قاعدة جينا عند الرجل واختارنا ونعيط له نقول له خطر وانتم
السواق ولي غادي الغدا حنا ما نصرضوا له غير ماشي ديك غير هو الحساب ما كاينش احنا اصلا فينا قاعده بالعائله كامله والعكس العائله اختار ما غنمشي على الداق ديال المشروع ويا على الحوايج يا سعيد ما كناش نمشيو الحوايج وحنا باقي نوريو لبعضنا انتم واش انتم واش اللي خصنا عقل باش نعرف باش نعرف كل الناس وكل ما حب خطره باش نعرف احنا ما فيناش الغيره فاش تعرف حنا ما فيناش الغيرة في الوقت اللي كنا نشريو الذهب كاين شنو 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 الذهب المرحوم المرحوم الاول انا وعزيزه ايوا دخلنا انا والعروس مسكينه والحاجه مسكينه هذه القصه عندها معايا القصه عندها معايا دخلنا الحاجه مسكينه الحانوت هذا ضايع نردي تحيه نردي من هنا الحين ديالنا بلجيكا متتبع وافي احسن صراحه فلوس ولا فلوس اللي داز وتعامل مع العائله كيعطي الخالتي حتى 15 مليون ديال الذهب ويقول لها كالحاجة الحانوت ديالك وكيمشي يقول بزاف ديال المقال وخالتي يعني كيقول خلينا في المحل قالت لي ما عجبتنا شي كيجيب لنا بلاصه كيجيب الحاجه من بلاصه اخرى زعما تحيه اختارنا الكومي قالوا لي الكومي قالوا لي اختارناها قالت له الحاجه صافي جيب سانتو سانتو قالوا سمعه وحنايا خرجنا وهي مسكينه سربت قدامنا مشاو هي وفاطمه وانا عزيزه صدقنا في واحد الحال وصل بواحد الكوميطي اللي عندي قد كبير وجا الحيزه قال لي بغيت نرجعوها نوردين ونجيبو نشوفها لي هما مشاو دخلوا في الغرسه كبيره وحنا مشينا جبنا الهاي قالت له الحيزه جبنا الحيه هذه عاوز مسكين ما جات باش تشريها حنا متفقين هي دابا تشري لنا زعما ولكن هي تشري لنا ما جات مسكينه بدا تشري وما بغات حط لها ديك الكوميطي قالت له وصل ديك الثمن ديال ديك الشيء قالت له وانا وردين حنا وصينا قال انا هما اللي وصوني شافت فينا بدات تاتو فيها وتشوف فينا عاود جاني شي حلوه جاي حاجه انا ما نجيبو سلسله عقال قال على كل شيء لا سلسله كنت معاكم انا بغيت نطلع انا وميصالو هي قلت لها شوف نخليوها نوصيوها على هذه كنا شفنا بواحد الحد في العلاقه هذيك العلاقه عاود جات الحاجه مسكينه عاود قد ديك الشيء كثير ديك الثمن عاود قالت لها عايزه شري يا اما خلص يا اما لو خلص بقى شي حاجه ديك الساعه والله ايوا جينا ما جينا عند عمي قالت لها انت الحاج انا دابا جبنا الدفينه السعيده نزلنا وجاوب لنا حاجه فيها قال لا قال لا الحاجه تستاهل كثار عمي مسكين تستاهل مليح تستاهل كثار عاد كنت شوف حداش ملي كيضرب تمارا زعما صح كنقولوا هي يعني يستاهل حتى خالتي عينا كبيره خالتي بيد ما يدوش الحاجه صغيره نقول لك لا ما ديرش انا نكريو دابا بلاتي بيني وبينكم شنو نكريو حنا العبس واش كنخطروا لبعضنا ولا كنحكي بزاف لا حنا مجموعه صغيره نحسد مع بعضنا انا خصني امراه تخيل تكون كنا مزيان كنا مزيان شنو يقينا يلا كنا مانعرفش رضوان قال مرحوم كلشي يجي خاص كلشي كلشي في رضوان ديك رق فطل العائله كلها واناري ما لا لا اختي قاعده جبال قاعده ديالنا كلشي حنا خفيفه كلشي بزاف علينا ما خرجوش المشتا العدد ديالنا 12 نحسن شرات نظر في نشرا في جامع وصف شي لكم القنيطرات ولا في جامع شوفوا شري اختي حتى نرجع لها يا واحد بزاف شوفوا المتابع ما عرفتش اللي قديتي اللي قديتي اللي بغيتو ان شاء الله يا الله العظيم انا هذا هو خير ان شاء الله واخا تنعسب نيه كتجي غزيزه ان شاء الله ما يكون على خاطركم ان شاء الله هذا الويصل محمد عيد هذيك عرفت تخيط لنا تكاشط بزاف والله يا محمد عيد الله يجيب لك التيس ويكمل العيد الخير اخر ما خطبش تعرفوا لي في العشاء في كيما قيد انا عاد لا ما تجيب لكم بويه اختي عاود لي الناس عاود كبار الله يجيب لنا شوفوا ما عرفتش هذه القاعده واش عندكم حتى نتوما الناس متتبعين يعني يعني كما كنقولوا جبالة يعني جبالة عامه واش كاطو على ولا احنا ولا غير احنا لا جبل كيشريو احنا ضروري اي واحد ديك العرس يعني في المنطقه ديال بني احمد ضروري يماه هو الاب ديال العروس اذا شحال ما كان عنده دمر واخا عصباني دراس شحال ما كان عنده دمر تخاتو يا ثلاثه يا اربعه يا جوج يا خمسه يا واحد اللي كان عنده والبنات خوتو ضروري هادو يكسيهم يعني بيجاما الواحد ولا قدوره ضروري كيجيب الكادو ديال العرس دابا حنا حنايا عندنا
الناس كيعطيو الكادو اللي ما دار العروس، ولكن لا حتى صدق الله عوض الكادو عوض غليظ ماشي يعني غليظ شويه ماشي عاوتاني او عندنا ضروري مهد العروس، وبمهد العروس كيقدموا الكاديون للعائله يعني لخوتو ولنتا خوتو شحال ما كان شحال ما كان ودابا كلشي رخيص ماشي يجي من السيد وعايكون الفيديو بالجمله راه ما عندك عايكون الفيديو عند محمد خاص بالكاديون للعائله اللي عرس كيعمل هذه الشغله بنت الناس اللي يستاهل باقي ديرنا مع العروسه ما باقي نعقل ما كندعوها بالتيسير باقي نعقل لحسن كنا مشينا جبنا تشناضر بالجمله ملي كنصيحو كنا مشينا مع المرحوم تبارك الله انا ما كنتش مشيت معاه لحنا مشينا كاملين عرفتي شحال كنا جبنا انا مشات خالتي وشكون كان معاها اخويا لا لا ما كاتش معانا شو حتى العالم راجل ما عرفتش واش عطات الخارج وعرفت على راجل شحال من حال ولكن في الحسن عندي واحد ماشي كيكسب بصغير بالكبير وبالحق اللي كيعرفني انا خاصني ما يخطو شي قبل مني جا مسكين ديك الشكار وحطها هنا في السطح وبقاو ما جاوبوا يا اختي شنو قال لك لا قال لي ما تحلوش هاد الخشبه شربتي لي قال اختي سعيده قال لا خلقنا في هذا اي والله مسكين ساعه عليه هو اش كاين في جده ما شاء الله ياك نقول للمشاهدين ديالنا حنا هادشي عندنا نطبق من الاول اخوه محبه من الاول والله لا تلوم لا قدر الله العظيم ماشي زعما في العز احمد وحنا بلا التكشيطه ما كنتش هنا كنت فاس جي جبرتكم اختارتوا لي التكشيط درجه خطيقتكم هذه اللي غتجي قاده صافي يا اخي انا فينا قضات لي حاجه كنعيط لها صيفط لي الحاجه واخا عزيزه عندها الحاجه هاجي الحاجه واخا حنا من الباس واذا عاد حتى شي حاجه عطيها وانت عطيتي شي حاجه عطيها لي ما عنديش القفطان واجد باصوني على ويسر صار لي القفطان ما عندناش شي عاد لا الوايس والنعيره ما عنديش شي عيسى اخويا والله العظيم ماشي زعما عندكم عليكم ولا الله واحد النهار خليت الذهب ديالي انا هنايا وهبطت انا ناظره ناظره قلت له هبط الذهب ديالك قال لي الذهب ديالي انا ما عنديش عوالي فرحانين انت يا خويا انا ما جبتوش غير عندي في الدواء ماشي نفسك الحبيب كروس كروس هذا بنار ماشي كروس كنت مشاري العرس بحال كوتشي كنت مشاري العرس كنت مشاري العرس الناس اللي كذا انتقدنا واخا ينتقدونا الله يسامح لهم واخا يقولوها عيان الله يسامح لهم بنتي انا ريره دابا شفتي صورني دابا انت متخاصمه دابا انت متخاصمه معاه ديال صورني وقيتي نعرف دابا مزيان انت متخاصمه معاه والله كامله العائله كامله واذا الغياب الحايده انا اللي قضيت شنو هادشي روتي لا لا وانت شنو هاد الحريره هذا جمع جينا نعيدو وروناها وين هاد الشيء مجموعين باقا هاد الشيء ما جاش شي بحالو جيد والله ندوزو هاد الصباح كنا شاطين هاد الصباح زعما والله اللي كنقول لا حتى تلعب رمضان بلاتي انا لعبت واحد السطوري ديال الجنين ديالي في انستغرام وكلشي كيقول لي ضحى واش طبيبه يعني كدوز عندها وصال ولا يعني اللي بغى يتبع هذا الحمل اللي ما عندوش ليه هذه كنتبع كلشي احسن طبيبه بالنسبه لي انا احسن طبيبه واعره واعره نجدو معكم العشاء بسم الله صراحه تعطلنا شويه ولكن جمعنا معكم صراحه خوينا خوينا لكم مزيوده مزيوده كما كيقولوا العشاء داغيه خيطي وخا جيتي المقدم انا مع المغرب انا عزيزه كتستناني انا وانا كنستناها قول لها تخلص لي الحال والله العظيم خرجت تصور خلصت طاب لها هذا خرجت مع الناس ايوا عندي خرجت معاهم بس عليا وخرجت معاهم قولي كان معاك الضياء كانت هي فاطمه الزهراء معطره كتقول لي قطع لي الراس تمشي غريبه بوحدي رجلي ما كيتمشوليش انا عييت انا نهار من عندها خرجت من الدار هو اللي في تلاجع الجيعه خرجت والله انا عييت الله هيك عييتي على حبيبه صح حبيبه مسكينه ما تلاقيتهاش قلت لمحمد باقي ما تلاقيتهاش خاصها تفسر معنا والله الا قالت احمد صايم عاوتاني فهمتي خاصو ليه ما قالت لك العروس والله ما تفطر لاي والعائله دخل حبيبه ومراته عاوجه تبارك الله عاود عيد حبيبه اخر نهار انتم دابا تنخلط مرت اللحم والعطريه ونقطع البصله ونخلطها هيدا بيدي كلشي يتشرمك ونرجعوها طيب صراحه خاصني نفرقو ما عرفتيش باقي الدقاق ولا لا فاطمه الزهراء صونيت عليا كي خرجت نسيت قلت لي عندي البرقوق في الدار جيبو فين كنتي فين كنتي ماماك جات عروس هاي جينا الى البحر وتصورنا جينا انت وعائشه ومروه ومروه الله الله وباقي التليفون التليفون هذا كنت نطلع به شويه الله يحفظك تليفون قرة عيني هيدا انا ما
الشارع ولا لا؟ وتشوف هذا العيد كان عصيها قبلها طلق بيش واحد على الجوز وقبلها تليفون. ضاع كل شيء الا التليفون. اجي في الدار ديالكم واحد النهار مشيت تسخرنا من ذاك المخزن تحت الدروج وخليته وقلبت لنا الدار. واي ومعايا 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 قلنا ماما التليفون ديالي ماما قلت لها راك ديتي المدرسة وعطيو لك شي واحد كنقول انا ما كنديش المدرسة وما التليفون ديالي تيطلب شي واحد. لا المدرسة ما كنديش. كنقول لها عندك وخليته في الزنقة كتقول لي لا وكان قلب الدار كاملة طول وماي ما خليناش شي قمص في الدار. والعيال واش جبت التليفون ديالي؟ واحد عندها موركة هايدا قلت تقضى لي الزيت الصراحة كنت باقي العشاء. مين نمشيو نعمر زيت نجيبو اصلا نطلب منها الزيت. هي دخلت تجيب شي حاجة من تحت الدروج وحطاتها فوق الزيت كنقول شي سبحان الله. مغرب ونخلطهم انتوما علي نتاوها اولا بسم الله. علي ولحسن واحمد ومحمد واشرف واشرف هربوا بخمسه بهم واخا عليكم لا يمشى عايش قايلين في الكاسيه خويا قايلين الكاسيه وزوقوا في وقيله في طنجه ومن طنجه راهم في العرايش وبين عشا والحس في العرايش على البيت وهما اللي هما اللي مساليين الله يبارك فيك. وبعدك بالعيد اللي ما درسوش داخل. ما درسوش داخل. اختي تما الحوت واه. باين في العرايش. مرة أخرى نمشيو نتغداو ولا نتغداو. العرايش مشي دريدة هذه فوقاش. فوقاش مشينا لنا دابا هذه شي عامين تابع. ملي مشيت ملي مشيتو كنتو حطيتو ديك الفيديو تما باش عارف ولا شنو لا هذا قديم العرايش ملي كنا مشينا تحيتنا لاختي ناجية وخاي محسن. جينا عندهم للدار دوزنا مع الوالدين ديالها تحياتنا ليهم كاملين دوزنا معاهم ليله وقيالين عاودوا يحبوا في العرايش لا غدا تغدينا مجموعين ورحنا بحالنا الى الدار. الله يكون عافاك وصافي. تبارك الله كيخلعونا المحبين جاوبوا شكون كيخلعونا بهاد الدروج تبارك الله مين كنقول دار عمره والله الا كيخلعونا. ها انتم دابا البيض تسلقوا قطعته مع عزيزه شلاضاقات فاطمه في الطباصل. ايوا عملنا برادتين ديال عمي جبت سخنته جبت على وحده جابوا تبارك الله سته تبارك الله ايوا نجيبوا هالحيمه ديالنا شوفوا جات بحال ديال العراسه الله يعطيك الصحه والله جات واعره واعره جات واعره جيبها فاطمه الزهراء ايوا جي جي مروه كاع ما عملت التحيه للمشاهدين اجي يا حبيباتي باش عاد تسخن على الدروج اجي هيدا رجعي 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 باش ما يبانوش اللي في البيت ها انت انا عيت الله باش عيتي مشينا نسخو وجينا زيد تحيه المشاهدين ديالنا داخل المغرب وخارج المغرب شكرا متابعه ليكم انا موحى ليكم هاي السلام عليكم مشاهدين كيفاش لاباس عليكم بخير وزيانين ما تنساوناش بلايكات الشركه ديالكم شكرا على الكومنتات ديالكم اللي كتفرحنا صح يا الله عز دابا خدامه كتغرف الله 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 على الحين والله وعلى مريقه اش نقول لك دابا خصنا نبقاو جوج مجالس غنعملو جوج حيت حنا عندنا طبله كبيره لا خصنا مطع يكون العيال بحدو مطع ديالنا نتساعو شي زعما طبله كبيره زعما نتساعو كاملين نتساعو زعما شوف عرفتي عرفت شنو هذا عدل عمي خايلو حط ريف بحديتو صافي الوالد ديالي كياكل بالشويه عليه مسكين شويه عليه ايه نعملو له طريف ديال الحيمه بحدو صافي هو الاخراني تغدى قريبا المغرب تهلا فينا الله يعطيه الخير وقت زعما نتعشاو مجموعين الله فينا تبارك الله قال بغيتو تعدلوها بالخضره عدلوها عدلوها بالرقوق عدلوها قتلوا عمي لاش الخضره حنا قتلوا بلا خضره قال زعما ماشي قدكم قتلوا بلا خضره اوه صافي سبحان الله طبي صلات اي ايوا خي علي تشاه بيدك وتمنطي تشاه في هذه الدغميره وانتي عزيزه عليك انت يا خالي ما جيتوشي اه يا ربي يلا طلعوا لي نتعشاو